مساء الخير، مساء النور. سألونا أكثر من مرة يا أخي وينكم راجعين؟ إبا قلنا لكم هنا هوني أوني لا للموسم الثاني على تلفزة تي في، وأنا ياسر فرحانة وكل الفريق اللي معايا اللي باش نرجعوا لكم كل الأسبوع في موعدنا جديد نهار الجمعة، باش نحكيو فن، باش نحكيو ثقافة، باش نحكيو مسرح، سينما، إبداع، محتوى. نرجعوا زادة على لاكتواليتي دو لا سومين. حبيت نقول أنا ساعة فرحان أنه تقبلنا أوني لا للموسم الثاني، لأنه البضاعة اللي نقدموا فيها مش بضاعة ضاربة برشا، لكن بتترح أن نعرفوا النديو شوية، نعرفوا نبرحوا بالقدام بالمجد. وجاب ربي مازال ثم شكون معناها شد المشعل وقاعد غادي ويقول شادين ومانيش مسلمين، شادين ومانيش مسلمين. وش بك حشيم جايبها عاخر؟ إذا مشى للتيك توك وحل اللايف وبدا يحكي راهو هارب من الحاجات، فما اللي شد البحر وفما شد التيك توك انا نسميها. نحن تو ولاد ديجيتال ونتفرجوا شو صاير معنا في التيك توك، حاجه ماهيش حلوه بالكل. ضر فينا احنا. وتمس ليه وتمس كسوة تمس من الايماج نتاع تونس. يعني ضر فينا. وتضر من الايماج نتاع تونس. المدرسه هي الاساس. المدرسه هي الاساس، لانه في المدرسه في عائلتك في الحاضنه الاولى وفي المدرسه، هل نحن قادرون الان على انك تنتج شخص سوي ولا لا؟ شلكناها. المحتوى شلكناه مع ايجا سيدي، انت قد من قد سوق قد ماك فارغ، هذا اللي نقوله فيه للشباب. وضيعة محروس والنمر المقنع وبرشا حاجات توا لونفونس نقتلوا فيها. حبيت لا توا سامحني، علاش ديما نرجع للوالدين؟ وليد عمره 10 سنين يوشم و11 سنه لابسه عامله مكياج، البارتي نتاع لونفونس وقتها عاشتها. Et que ضحكيت وكي تشوف الضحكة vraiment من القلب وتشوف un regard vraiment sincère وكل c'est la plus belle récompense et ça nous donne vraiment برشا انرجي باش نمشيو لبلاد اخرى. هذايا وجاي برافو جي ليموسيون. المرأة هذه تحكي كيما كانت تحكي على الفيلم وعينيها تلمع وخاسرة. هذيك